هذا الفيديو برعاية yotiblink.com مساندكم المجاني لقناة يوتيوب ناجحة. تمتلئ كتب التاريخ بالحقائق وتعج صفحاتها بالمعلومات، منها الدقيق ومنها المختلق، الواضح والمثير للغموض، الثابت والبعيد عن الصحة. بعضها حقيقة موثقة والكثير منها قد لا تعد محض خرافات وأساطير. قد صعب في كثير من الأحيان على الإنسان العادي التفريق بين الاثنين لشدة تشابه القرائن وصعوبة التفريق بينها، وقد يكون فك رموز النقوش التاريخية من أكبر التحديات التي واجهت علماء التاريخ وأوقعتهم في دوامة لا تنتهي من التساؤلات. قصتنا اليوم عن حجر يجمع بين عدة صفات، أهمها حجمه العملاق ونقوشه المثيرة للعجب والفضول. إنه حجر المجاعة العظيم. ترى ما هي حكايته بالضبط؟ وما هي الأسرار والألغاز التي احتوت عليها نقوشه العجيبة؟ سنتعرف على كل هذه المعطيات وغيرها بالتفصيل، ولكن قبل هذا المرجو الضغط على زر الاشتراك في القناة غموض وحقائق وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. في سنة 1889 اكتشف عالم الآثار الأمريكي تشارلز أدوين حجرا غريبا ذا حجم مثير للفضول، وعليه كم هائل من النقوش التي يبدو أنها ضاربة في القدم وربما قد تحمل أسرارا تاريخية عظيمة. يوجد الحجر في جزيرة سهيل في أسوان المصرية ويقف صامدا في وجه العواصف الهوجاء. الأمطار الطوفانية وحرارة الشمس الحارقة التي لم تنجح في تغيير شكل ولا التأثير على ما عليه من نقوش وما تحمله من دلالات تاريخية عظيمة. نقشت على الحجر كتابات هيروغليفية ترجع للعصر البطلمي، وتحديدا زمن بطليموس الخامس سنة 205 قبل الميلاد. للأسف لم يتمكن تشارلز من ترجمة النصوص المكتوبة على الحجر. يمكن أن يكون ذلك لقلة خبرته في مجال ترجمة النصوص القديمة، أو ربما لأن الحجر لم يكن بحالة جيدة تسمح بفك رموزه حينها. ومن الواضح أن الحجر كان قد تعرض لتدخلات أيدي بشرية لتغيير مكانه. ربما تكون محاولة سرقة سابقة، حيث ستتمكن بمجرد الاطلاع السطحي عليها من معاينة شرخ كبير يتوسط وآخر في أسفل الحجر. يبدو أن محاولة السرقة باءت بالفشل لحسن الحظ، لأن الحجر كان ثقيلا للغاية. بعدها بعدة سنوات تم ترجمة محتوى نقوش الحجر من طرف العديد من العلماء المتخصصين في الدراسات المصرية، وقد توصل أصحابها إلى معلومات مثيرة حقا تفك ألغازا وتطرح عشرات الألغاز الأخرى. وتم التوصل من خلال عدة قرائن أن النصوص فعلا من المرجح أن تكون قد كتبت في العصر البطلمي. ولكن الأمر الغريب تشابه مثير بين قصة أوردها الحجر وإحدى أهم القصص القرآنية الذي تناول أكبر المجاعات التي عرفتها مصر القديمة. تشير النصوص المترجمة إلى مجاعات كبرى حصلت في عهد الملك زوسر منذ أكثر من 2200 سنة قبل الميلاد، مما يعني أن الحجر كان قد كتب في عصر معين، غير أن القصة التي كان يحكيها تعود لعصر أقدم بكثير. أثارت ترجمة الحجر جدلا كبيرا في أوساط علماء الآثار، وهذا لأنها تحكي عن مجاعة مرت بمصر فيها شبه كبير بسنين العجاف التي أوردتها النصوص القرآنية والتوراة حينما استعرضت سيرة نبي الله يوسف عليه السلام. في العام 18 من فترة حكم الملك زوسر حصلت في مصر مجاعة شديدة امتدت لسبعة سنين كاملة، وكان سببها الرئيسي جفاف نهر النيل، حيث جفت البذور وقلت المحاصيل وجاع الناس، ثم نشفت الأرض وانتشرت السرقة بشكل خطير يهدد أمان الناس وعيشهم الرغيد. تسبب كل هذا في توتر شديد لدى الملك، وطلب مشورة وزيره منحوتب وكهنته المساعدين، حيث اقترحوا عليه تقديم قرابين فداء للإله المتحكم في فيضان النيل. وفي نفس اليوم رأى الملك زوسر في منامه أنه يقدم القرابين فعلا للإله، وأن الإله قد أخبره أن حالة المجاعة ستنتهي باليسر وزوال الهم عن شعب مصر العظيم. بعدها أمر الملك زوسر بتخصيص مساحات واسعة من الأراضي لبناء معابد يعبد فيها الإله ويتم تقديسه، لأن إغراق الشعب في الملذات وبعده عن الالتزام بتعاليم الآلهة قد عاد عليهم بالجفاف الأعظم.
وبالفعل رجع الفيضان من جديد وعاد الحال إلى ما كان عليه من يسر وعيش رغيد، وانتهت المجاعة تماما بعد سنين القحط القاسية. ولكن ما علاقة هذه القصة التي تبدو خرافية إلى حد بعيد بقصة سيدنا يوسف عليه السلام؟ أليست شبيهة بها لدرجة قد تقودك إلى التسليم بأنها نفس القصة؟ يرى المؤيدون بأن هذه القصة ترجع لعهد سيدنا يوسف، أن قدماء المصريين كانوا يتمتعون بخيال واسع، مما يرجح أن القصة قد تكون هي نفسها وقد أضيفت إليها بعض الإضافات من نسج الخيال. كما أن المصريين عرفوا بتأثرهم الشديد بالأرباب الأسطورية، وبالتالي كانوا يربطون أي حدث يحصل في حياتهم بالآلهة. إن فكرة مرور 7 سنين عجاف على مصر لم تحدث من قبل إلا في عهد سيدنا يوسف عليه السلام. ثالثا والأهم من كل هذا، أن وزير الملك الذي ذكرته اللوحة وهو منحوتب كان ذا شخصية، حكمة نادرة وقدرة على التدبير قد تكون الأشبه بشخصية سيدنا يوسف عليه السلام. الأكثر من هذا، كان ملقبا بكبير الرائين، أي أنه شخص بارع جدا في تفسير الأحلام. ونحن نعلم جيدا براعة سيدنا يوسف عليه السلام في تفسير الرؤى، وكيف كان سببا بعض الأسباب الإلهية في انفراج الأزمة وعودة الاستقرار. كما كان بارعا جدا في الهندسة، حيث لقب بأول مهندس في التاريخ، وهو صاحب فكرة أول بناء هرمي في التاريخ، وهو هرم زوسر. ليس هذا فحسب، لقد بنى منحوتب صوامع لتخزين غلة القمح، وقد كانت هذه الصوامع سببا مباشرا ومفتاحا للخروج من أزمة الجفاف التي عرفتها مصر. كما أن منحوتب عاش 100 سنة وتزوج من بنت رئيس الكهنة، وفعلا سيدنا يوسف عاش فوق 100 سنة، ويقال أنه تزوج سيدة زليخة بنت رئيس الكهنة. والأهم من هذا كله، لم يتم العثور على أي مومياء أو مقبرة لمنحوتب، فكيف يختفي شخص بهذا العلم وبهذه المكانة بهذه الطريقة العجيبة؟ لقد ذكرت التوراة أن اليهود أثناء خروجهم من مصر أخذوا معهم جثمان سيدنا يوسف ودفنه خارج مصر. ومن المستحيل طبعا أن نجد مومياء لنبي من أنبياء الله يتم عرضها في المتاحف، فهذه تعتبر إهانة لقدسية الأنبياء وتنزيههم عن صفات بقية البشر. يقال أن الملك زوسر من كثرة حبه لوزيره منحوتب كان قد كتب اسمه على قاعدة التمثال الخاص به، وهذا شيء لم يحصل أبدا قبل هذا. ودليل قاطع أن هذا الشخص لا يمكن أبدا أن يكون شخصا عاديا، ومن الممكن جدا أن يكون نبيا مرسلا. وحتى اسم منحوتب فيعني الذي جاء في سلام، وكل أنبياء الله رسالتهم هي رسالة سلام. ناهيك أنه لا يوجد كتاب واحد يذكر أن منحوتب ذو أصل مصري، ومثل ما نعرف جميعا فإن سيدنا يوسف ترجع أصوله لبني إسرائيل، وكل هذه الأدلة جعلت الكثيرين يعتقدون أن منحوتب هو سيدنا يوسف عليه السلام، خصوصا أنه ذكر على لوحة المجاعة، وهذه ليست محض صدفة. بعد تناولنا لكل هذه القرائن الدامغة والتي ستقودك نحو التسليم المطلق أن حجر المجاعة قد يحتوي على قصة سيدنا يوسف عليه السلام بكافة تفاصيلها، سنتعرض بموضوعية لما قد ينفي ذلك، وسيكون لك الحكم بعد ذلك. من الثابت تاريخيا أن هذه صخرة قد نقشت في عهد البطالمة، يعني بعد الملك زوسر ب2500 سنة، وبالتالي من الوارد أن تكون قصة خيالية أبعد ما تكون عن الواقع، وقد تكون اختلقت لزيادة تعلق الشعوب بالآلهة. كما أن هناك برديات عديدة تعرضت لنفس الموضوع، مثل بردية كتاب المعبد، وهي تشبه إلى حد بعيد قصص المجاعة التي حدثت في عهد سيدنا يوسف عليه السلام. والغريب أن نفس القصة قد ذكرت في ملحمة جلجامش، والتي ذكر فيها أن الإله الأسطوري أنو قد تنبأ بحصول مجاعة مدتها 7 سنوات كاملة، مما يعني أن ورود القصة بتفاصيل مختلفة وفي عدة مصادر قد يكون دليلا على أنها مجرد اختلاقات موضوعية لا تمت للحقيقة بصلة. ومهما كان الخيط الفاصل بين الحقيقة والخيال رفيعا، بقي أن نسلم بحقيقة واحدة، هي أن قصة سيدنا يوسف عليه السلام كانت درسا بليغا للبشرية، ينم عن قدرة نادرة في الحكم والتدبير بعون وتأييد إلهي. وفي نهاية هذا الفيديو، بقي أن نعرف رأيك الشخصي، هل تميل إلى تصديق أن قصة حجر المجاعة هي نفسها قصة سيدنا يوسف عليه السلام؟